تفضل سيمبا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بطبيعة الحال كان هناك قواسم مشتركة بين جميع المواد، وإن حاولنا أن نحدد مادة مع مادة أخرى فكما يقول إدغار موران فهذا عمل فيه نوع من التصرف الغير منطقي، ولكنه مبرر بيداغوجيا، هذا من ناحية. وبالتالي القواسم المشتركة بين اللغات هي الفهم، تحديد المعلومة، تطبيق، وردود الفعل. ردود الفعل وما عبر عنه زميلي عبد الخالق بالإدماج. أقف أمام نص، فموقفي من هذا النص ينطلق من مرجعياتي مثلا العربية الإسلام، إذا كان أتحدث عن هذا مما يخص اللغة الأجنبية. لأحيانا تكون النصوص لا تتماشى، قيمها لا تتماشى مع قيمنا، وردود أفعالنا ترتبط أساسا بقيمنا. وهنا طبعا نلقاو التمايز. نقطة أخرى منها كان محاربة حديثة تسمى لا ديداكتيك كونفرجنت، يعني ديداكتيكية الإلقائية، التي توصلت المنظمة الدولية للفرنكفونية إلى أنها تفيد في التمكن من ناصية اللغة الأجنبية. هذا من ناحية. فيما يخص القياس بحد ذاته، طبعا هذا ينضبط إلى نوعية التمارين. فمثلا بالنسبة للغات، اللغات على سبيل المثال اللغة الفرنسية كمقياس، بحكم أن التلاميذ لا يتمكنون من ناصية اللغة بالشيء الكبير، فنحن مضطرين أنه قد لا يصل مبتغانا إلى ما قام به زميلنا فيما يخص مثلا العلوم الشرعية، لأنهم طبعا متمكنين منها، ولكن بالنسبة للغات كثير ما يكون القسم عندنا يعني فيه نوع من الفروق، فروقات. وهنا يجب أن نلامس جميع التلاميذ. زملائي هنا راهم معايا هنايا، كان لما كنت درسوا الفرنسية كان بعض الإخوان ما كانش عندهم إطلاقا شي معلومة في اللغة الفرنسية، فلازم ناخذ بعين الاعتبار هذا الجانب. هذا الحالة هذه أن يعني ماشي اللغة الفرنسية هي الأساس بالنسبة للدراسة الإسلامية، هي كما قلت لكم يعني قدرة مقطعة. فناخذ هذه المسألة بعين الاعتبار. ولهذا مثلا كاين إطار مرجعي عند الأوروبيين، الاتحاد الأوروبي اسمه الكاد أوروبان كوماند أفونس بور لونغ، مرجعية اللغات بيوحدوا طبعا اقتصادوا من غير ذلك، فانطلقوا من اللغة ولقوا بأنه ثلاث المستويات، ثلاثة كان المستوى إليمونتير، المستوى المبتدئ، وأحيانا تكون دي فو ديبيتون، وثانيا كان المستوى المتوسط، والمستوى المتقدم نقولها بالفرنسية سكي إليمونتير سكي أنترميديير سكي أفونسي. أنا يجب علي أن أغطي في الأسئلة التي أضعها كل هذا الجمهور المبتدئ حتى لا يقف موقفا عاجزا. وكما قلت لكم بالنسبة إليه اللغة الأجنبية هي انفتاح عن الآخر، ولكن يجب أن لا تحدد مستقبله 100%، يعني هو جزء. إذا أسئلة منصب على هذا الجانب قد تدور حول أسعار النقاط مثلا على سبيل المثال. ثم بالنسبة للمستوى المتوسط، وهذا أغلبية التلاميذ تكون في هذا الخانة، هادو عادة يتجاوزون حدود 12 على 20%، على 20. كيبقى المتميزون حتى لا يحس هؤلاء الناس اللي مثلا جاوا في التعليم العمومي والتحقوا في التعليم العاشر وعندهم باع طويل مثلا في اللغه، حتى لا يحس بانه في مستوى واحد الانسان مبتدئ او متوسط. كان الاسئله المتميزه هي التي تميزه من غيره، وبالتالي قد تكون له بعض النقاط. نقطه اخرى فيما يخص تهيئ الامتحانات، مساله ليست بالشكل اللي نتصوره فهي صعبه، فيحبذ انها مثلا تكون في اطار ورشه. حاول مثلا الاخت اللي عندها الانجليزيه وعندها الفرنسيه تستقي مع زميلتها في اللغه الفرنسيه وما تكونش كراعت بحالك، لا لازم تكون ورشه، لان احيانا نقعد اغلاط فيما يخص وضع الاسئله ولكن لا نتبينها. ما الذي يجعلنا نتبينها؟ هو نظره الاخر، قراءه الاخر. وهنا كاين واحد المجموعه من المقاييس اللي يجب على الانسان ان ياخذها بالاعتبار فيما يخص وضع الاسئله. Ne mesurez qu'une seule habilité du contenu et qu'une seule notion dans chaque question. يعني معنى آخر، أنا أربطه هذا بحكم
ما دام تمكننا من اللغه الاجنبيه اذا ما طرحين سؤال واحد الذي يقيس مهارة احنا وليس اكثر حتى لا يضيع التلميذ في متاهات بحكم انه يعني ما تمكن من لغه بسيط جدا لا بريسيزون دقه ولا كلارتي سيتادير لا كيسيون دو ايتر بيان سيبلي يعني ان الدقه والوضوح في الاسئله وهذا يتسنى قلتكم لما نقوم بالعمل في اطار ورشه لي كونسين دو ايتر بريف اي بريسيز زميلي تحدث عن الطاش احيانا نعم يجب ان تكون هناك دي كونسين دي طاش لانها تركز مش على ريستيتيسيون مش على الحفظ وانما على التحليل واحيانا التركيب وطبعا هذه كتكون عادة في الإنتاج كتكون لما نطلبوا من التلميذ أن ينتج ندير أون برودكسيون لي كيسيون نو دوا با كونتونيغ دي ريبونس دي نوتر كيسيون دا ميم إكزامان أحيانا ما كردوش البال بأن احنا طرحنا أسئلة وجوابها جوابها موجود في سؤال آخر لا ولا يجب تحري الدقة أمبلوي دي تيرم دون لا غروند ماجوريتي دي زيليف كون لا سيغنيفيكاسيون بطبيعة الحال انتم غادي تكونوا من خلال ممارستكم اليومية غادي فو زافي انستالي دي زابيتود بور ريبوندر يعني التلاميذ راه تمرنوا على نوعية الأسئلة اللي كطرحوها يحبذ أن تكون هذه الأسئلة مستنبطة من خلال يعني مقارنة ما يقترحه زملائكم في مراكز التعليم العاجل ايفيتي دي كيسيون كي بورت سور دي سونتيمون ترو بيرسونيل هذه لا تنطبق على تعلم اللغات الاجنبيه احيانا نريد ان نسائل الجانب الوجداني للشخص الجانب الوجداني للشخص فعلي هذه مساله احيانا تكون محبذه لان يعبر عن اشياء يعيشها فعليا وليست هكذا عموميات عموميات يقدر يحفظها ويرددها بشكل ببغاوي ايفيتي دي كيستيون كي بور دي سونتي بيرسونيل اي كي تريت دي بوين ترو كونتروفيرسي هذا ما يخص يعني الأسئلة يجب أن تكون مرافقة بالأجوبة لأن أحيانا تكون هناك غموض في بعض الأسئلة ولا يمكن أن ننضبط إلى الغموض إن لم تكن هناك عناصر إجابة فعناصر الإجابة يجب أن تكون مصاحبة لهذه العملية لا كيسيون دو بيرميتر سو ريبونس إذا إخواني أتحفظ لأن أتحدث عن حطب اللغات وبالاخص اللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه لان كما قلت لكم المعلومات على قد الحال يجب ان سول كيسيون يل دوموند اون سول ريبونس كاين هناك واحد الملتمس هو انه ندير ان بريتيست وندير امتحان ندير امتحان جريمي حتى يتبين لي ما هي التعثرات التي يمكن ان يقع فيها الممتحن من ناحية ومن ناحية أخرى حتى يعني أخذ بعين الاعتبار الوقت الذي أخصصه للعمل مثلا أنا إذا كنت في التمرين وتطلب مني ربع ساعة يجب أن أخصص للتلاميذ ساعة على الأقل ساعة لأن فهمي وإدراكي وما تمكن اللغة لا ينطبق على مستواهم إذن هذا لا كيسيون دو بريتيست اسمه بريتيست دير امتحان جريمي وعلى اساس ابني الامتحان الرسمي مساله مطلوبه رجعوا للنقطه اللي هي لا غوميدياسيون كان واحد الوقت في مستوى المغرب لما نقوم بامتحان البكالوريا نقوم بعمليه جرب الاغلاط المتكرره واحيانا تكون بنسبه ستاتيستيك وعلى اساسها نبني علاجات في المستقبل وقد نقوم بهذا خلال السنه كلها إذا التلاميذ يقعون في التعثرات مثلا في النحو أو في الصرف أو شيء من هذا القبيل فعلى حسب تكرارها وتردداتها نبني الدروس ديالي حتى تكون هناك مسألة أوغريسيفيتي هناك واحد التسلسل في البناء بطبيعة الحال الامتحانات المقننة تكون مؤسسية إلى انستيتيسيونيل يعني انستيتيسيونيل ومعناها أن إذا كانت انستيتيسيونيل يجب أن تكون تقريبا 100% كاملة اللي توتالمون ادميز اكسبتابل اذا
هذه هي تقريبا. فكان كانت يعني على اساس احيانا يبنى الجسر المدرسي المقبل على اساس الاغلاط المترددة لي فريكون لي زيرور فريكون دون 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 لي كوبي ديليف على اساسها تتبناو تتبنى النحو اللي هو عباره عن 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 دي روميدياسيون عن روميدياسيون. اما فيما يخص اللغه واحيانا كثيره يكون الاهتمام منصب على تمكن من اللغه. هنا يجب ان اخذ بالاعتبار الجانب النحوي سكي غراماتيكال، وحينما نقول غراماتيكال كاين ما هو ما هو لا ارتباط ارتباط بالنحو الجمله لا غرامير لا فراز، ولكن فيما يخص الانتاج نو سوم اوبليجي دو باسي على غرامير دو تكس. وهنا بطبيعه الحال نستحضر جانب اخر وهو عرضاني كما قال زميلي، عرضاني لا ينطبق على الرياضيات، ينطبق على الفرنسيه، ينطبق على الانجليزيه، ينطبق على العلوم الشرعيه، وهو المنطق. لم يكن المنطق في اي نص كان سواء كان كان نغاتيف او اكسبوزيتيف او ديسكريبتيف او ارغيومونتاتيف، ف يجب ان استحضر بان زميلي في الرياضيات يقوم بهذا العمل، وقد يحتاج ان انا ان ان ابسط له العمل عن طريق دروس تصب اساسا على مثلا الروابط المنطقيه فيما يخص ان ريسي فيما يخص ان تكست ارغيومونتاتيف. اذا او مره اخرى اشكركم على حسن اسعافكم، واستسمحوا لي ان لم اتمكن من ايصالي احيانا بعض الافكار بطريقه واضحه لانها تمكن من اللغه العربيه، يعني فيه كثير من العيب من تحت العيب. شكرا جزيلا. شكرا السي مبارك.